معظم الرجال يعانون من القشرة في اللحية أو حتى يصعب تحملها أو شعر اللحية ذات مظهر غير مرتب. يفضل استعمال مزيج علاجي غير دهني من الزيوت تغذي اللحية بكثافة وتمتصها البشرة بسرعة، وهذا مثل زيت الأرغان، زيت الخروع، زيت الجوجوبا، مستخلص زيت اللافندر، زيت الحبة السوداء ومستخلص زيت الغار. يعتقد البعض أن زيت اللحية يسد المسام ويسبب تشقق الجلد. هذا صحيح فقط إذا كان يحتوي زيت اللحية على زيوت تسد المسامات، وهذا مثل زيت جوز الهند أو زيت بذور الكتان أو زيت النخيل. زيت الأرغان للحية من إزيل مثالي لأنه لا يخلصك من الحكة المزعجة فقط، بل أيضا رائحته طيبة ومنعشة، والأهم أنه يحافظ على صحة لحيتك، وذلك لأنه غني بهذه الزيوت العلاجية. أول زيت الأرغان الذي يصلح اللحية، يحميها، يعطيها مظهرا صحيا. زيت الخروع الذي يحفز من نمو الشعر ويعطي للحية أكثر كثافة. زيت الجوجوبا الذي يمنع تكسر الشعر ويقويه. مستخلص زيت اللافندر الذي يهدي البشرة. زيت الحبة السوداء الذي يغذي الشعر ويزيد من لمعانه وينظم دورة نمو الشعر الغير المتوازنة. مستخلص زيت الغار وهو دافئ بطبيعته، يقوي الشعر ويمنع تساقطه ويعمل على تحفيز وتسريع نمو الشعر. ضع قطرة لقطرتين من الزيت على راحة اليد، ثم ضعها بلطف على بشرة اللحية والشعر.